يا صباح الخير، يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ببداية صباحنا اليوم حاضرينكم أقوال إلها علاقة بالأشخاص يلي منتجاوزهم بحياتنا، يعني يلي بيكونوا بجزء من أجزاء رحلتنا بالحياة، وفجأة للأسف بيصيروا غريبين ولكأنه كنا بيوم سوا. امبارح كنت عم بقرأ بأحد الكتب مجموعة من الأقوال يلي بتبين فعلياً إنه الشخص ما عاد بيعني لك. في ناس بيفكروا إنه مكانتهم بتضل مثل ما هي عنا، ومحبتهم ومسامحتهم بالقلب ما بتختلف ولا بتروح لو شو ما صار. هالحكي مو مزبوط، أنت يلي بتقدر تحافظ على مكانتك أو تلغيها، ما في حدا بيضمن محبته لا متناهية إلك. الجملة اللي علقت براسي جملة بتقول عندي الكثير من الطرق لأوصل لك، ولكن ما عاد مهم لا أوصل لك ولا مهم الطريق. خليني انتقل لعندك يا رغد وقول لك يسعد صباحك. يسعد صباحك ماري، وصباح الخير لكل الاشخاص يلي انضموا لنا. امبارح كنت عم شوف انه في بطاقه زرقاء جديده انضافت لكره القدم، هي البطاقه بتعني انه اللاعب رح يطلع من المباراه لمده 10 دقائق ويرجع يكمل، ونفس الشيء الاشخاص يلي بحياتنا، فينا نعطيهم كرت ازرق فرصه ثانيه وفينا انه نقطع معهم، يعني فعليا هذا الشعور ما بيكون له علاقه بالشخص شو عمل لك. احيانا انت بتكتشف انه هون ما عاد مكاني ولا بنتمي له، هو يمكن احسن مني بس انا ما بدي اكون معه. كثير حلو يكون القرار عقلاني وليس انفعالي، يلي بينسحب عن غضب بيرجع، بينما يلي بينسحب عن فهم ما بقى بيرجع. دائما حافظوا على كرامتكم، على اخلاقكم، بالانفصال، بالتواصل، بكل شيء، ودائما تذكروا انه لما بتسكروا باب رب العالمين بيفتح لكم ابواب، اهم شيء قيمنا واخلاقنا وكرامتنا تضل محفوظه. يسعد صباحكم جميعا. يعني فينا نساوم على كل شيء بس ما نساوم على كرامتنا ولا نقايض عليها وعلى مبادئنا. خلونا هيك سوا نتعرف على عناوين حلقتنا لليوم، حلقة كتير مميزة. شو بتحمل من عناوين؟ رح نشوف مع بعض. ننتقل لمطبخ صباح الخير ونشوف الشيف بشرى شو محضرة طبق لليوم. يسعد صباحك يا شيف. صباح الخير ماري. صباح الخير، كيفك؟ صباح الروقان كله. قولي لنا شو محضرة اليوم؟ طالما الأكلة بحبها عن جد رواق، اليوم رح نعمل كبة نية بس بزيت الزيتون مو بهبرة، ورح أعمل سلطة أرمنية اللي هي الإيتش. أوه اليوم أكلات كأنه حاسسني قلبي من حلب. صح؟ يعني شوي هي ايه يعني نص يعني من حلب ونص يعني اكله ارمنيه مع حلب، يعني اجتمعوا اكثر مطبخين هيك بسوريا بيعملوا شغلات طيبه. حنرجع لعندك اكيد. يعطيك العافيه. الله يعافيكم. معظمنا على الضغط اليومي ما عم بيكون له قدره يروح لاي مكان، وهي الجمله بنسمعها كثير تبع انا من البيت للشغل من الشغل للبيت. طبعا بنشعر انه هذا الشيء مضيعه للوقت وما عم هيك يسمح لنا هذا الروتين انه نستريح او نغير جو. شو رايك انت؟ تختلف من شخص لشخص، في ناس
يعني بضل عنده وقت هايبر. شو ما عملت تماما وفي ناس ما بتلحق وبضلها مضغوطه وعلى الفاضي يعني هن 24 ساعه وما عم بينجزوا ما راح يتغيروا تماما. عن جد اثبتت الدراسات انه في فائده نفسيه من وراء هالموضوع، مع انه الانسان بيفتقد القدره على الفصل عقليا بين بيئه العمل والبيت. خلونا نشوف شو هي الفائده بهالتقرير. المشوار الطويل يلي منقضيه بين البيت والشغل منعتقد انه اكتر روتين يومي ممل وما في من وراءه فائدة، ولكن الموضوع ما كان هيك ابدا لما غزت كورونا الكوكب واضطر معظم الموظفين للقعدة بالبيت والعمل عن بعد. هالشي خلاهم يفتقدوا الرحلة اليومية يلي كانت عم توفر بالنسبة لهم فرصة للانتقال من الادوار المهنية للادوار المنزلية، وادركوا ايضا كم الوقت المهدور بالتنقل بين المكاتب يوميا وقديش ممكن يعمل فرق على المستويين المهني الشخصي إذا تمكنوا من استغلاله. وبعد ما أجرى الباحثين دراسة للعلاقة بين العمل والحياة الشخصية، وجدوا أن التنقل من وإلى العمل بيمثل مساحة فاصلة بتوفر فرصة للتعافي من ضغوط العمل والاستعداد للعودة للمنزل. وأثناء العمل عن بعد افتقد البعض القدرة على الفصل عقليا بين بيئة العمل والمنزل، ونتج عنه ما يسمى الاحتراق النفسي. وركز الباحثين على محورين: الانفصال الذهني عن متطلبات العمل وتجديد الطاقة العقلية المستخدمة أثناء العمل. وكانت النتائج أن المساحة الفاصلة بين العمل والمنزل واللي بتنشأ أثناء التنقل خلقت فرص كبيرة للانفصال والتعافي. يا صباح الخير عن جديد، وصلنا لأولى فقراتنا معكم لليوم. يعني من العادات والتقاليد المعروفة إنه البنوتة بتميل لأبوها، بيقولوا عنا بنت أبوها، والصبي بيميل لأمه ابن أمه. بس هون بتختلف البنت اللي بتميل يعني أبوها مدللة البابا، بس مدللة الماما مصيبة، يمكن حسب الحنان أو حتى طريقة المعاملة، أو يمكن هذا الشيء صار مؤكد. على كل حال اليوم رح نحكي معكم لنعرف أبرز أسباب تعلق الصبي بأمه والبنت بأبوها. تماما يا رغد، يعني فعلا هذا الكلام نتذكره من لما كنا صغار. يمكن عن جد حتى الأب بيميل لبنته والعكس صحيح، ولكن يا ترى هل من الصحيح أنه الصبي بيضل متعلق بأمه حتى بمراحل الكبر؟ كل هالأجوبة والتفاصيل حنعرفها مع ضيفتنا الدكتورة شفاء صوان، استشارية وباحثة أسرية واجتماعية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا، يسعد لي صباحك. يا صباح الخير دكتوره. اليوم انه البنت تميل لابوها مثل ما حكيت انا، هو دلال، خلينا نقول البنت المدلله، مدلله البابا. هذا الشيء بتضلها هيك فخوره كل حياتها انه هي في رجل عظيم بحياتها اعطاها الحب والحنيه والسعاده وكل شيء. ولكن لما بتجي القصه للصبي بنقول ابن امه، يعني بصير في لغط حول الموضوع. هل دائما البنت مدلله البابا والابن هو ابن الماما؟ هلا الحب بتوازن، يعني يعني لا نحن نتعلق بالاولاد سواء صبي او بنت، يعني بالنسبه للام او للاب اكثر من لما نتعلق زياده بصير الطفل في عنده هشاشه، بصير ما عاد يعتمد على حاله. انا بحب وبدعم وبدلل، بس بنفس الوقت بعطيه مسؤوليات وبخليه هو يمشي بالحياه. يعني فانا لما بيكون ابني مقرب لي ضروري، لانه الام هي بتعطيه الهدوء، السلام، السكينه، بتسمع له. المراه منصته جدا، بتفهم لغه جسده. يمكن الاب ما بيفهم لغه الجسد لانه مثل الام، لانه هو فيزيولوجيا هيك الله خلق المراه، انها بتقدر تقرا لغه الجسد، بتشوفه تعبان، زعلان، حزنان. الاب ممكن يشوفه انه ليش هيك عم تعمل معي، ليش هيك عم تساوي، فهو ما بيعرف ما وراء الكلمات. يمكن هو يقول كلمه للصبي الام تفهمها بكل بعمقها، اما هو الاب يمكن ما يشوف غير ظاهره. فالاب ممكن يكون هو السند، الدعم اللي بيعطي مسؤوليات، الام هي الاحتواء، الاستماع، اللي هي الحضن الدافي اللي هو لما بيتعب من هالدنيا بيجي لعندها، لانه هي الانثى بكل مراحلها سواء ام زوجه هي السند العاطفي والدعم العاطفي والاحتواء. يعني
تمام. خلينا هلا، هي بالاكيد ما قاعده اساسيه بتنطبق انه الام البنت بتحب ابوها والصبي بحب امه. في كثير ابهات بيكونوا حنايين والام بتكون قاسيه بالبيت، شو الاسباب الرئيسيه لهذا الموضوع لحتى انا اليوم شوف صبي عم يكبر بالعمر عم يصير شاب ولسه بعده متعلق بامه؟ تمام. هلا الفكره لانه هي الام ربيت ببيئه ذكوريه، يعني بيئه كثير بتهتم بالذكر او الصبي على حساب البنت يعني، او بتهمش البنت، فهون بتجي هي كمان بتطبق نفسي برمجه، بتطبق نفس اللي تربت عليه على اولادها يعني على بناتها، بتحسي البنت مع انه هي انثى مثلك يعني الاولى اني اهتم بالانثى اللي بتشبهني، يعني الانثى اللي انا مشاعرها وفيزيولوجيتها وسيكولوجيتها النفسيه بتشبهني، فهي اصلا بيكون الهرمون الذكوري الام عندها مرتفع، فهي ما بيكون عندها هاي الحنية والاحتواء، بيكون عندها تستوستيرون عالي، بتصير هي حازمة صارمة، بتصير بتدقق عليها على كل شيء، بتصير ما بتحتويها ما بتسمع لها، يعني بيصير عندها الصفات الذكورية العقل الذكوري، ما بيصير عندها العقل الأمومي والأنثوي يلي هو عقل الاحتواء والحنية والإني أنا أهتم إني شوف تفاصيلك إني شوف اهتماماتك، لأنه البنت بتخجل بأول طلعتها مثلا لازم شوف شو بتحبي شو لازم تكون فيك قريبة لأمها أكثر بهذا الوقت وبهذا العمر، لأنه البنت إذا ما كانت قريبه من امها رح تلجا لمساحات ثانيه تؤذيها، يعني بتصير هشه بالنسبه للعالم، بينما لما بتكون في ظهر قوي سواء ام او اب، بالذات الام يعني الاستماع الجيد انه هي تكون ظهر وسندها، تحكي لها اخطائها، تحكي لها نجاحاتها وانجازاتها، لانه الام الداعم كثير كبير لسواء الصبي او البنت، بس للبنت هي اكثر دعما يعني كسيكولوجيا من الصبي يعني. تمام. يعني عم تحكي تفاصيل عم بتشوفها نحن بمجتمعنا، ومثل ما بنقول انه المحيط قد يكون له دور بهذا الشيء او المجتمع، ولكن نحن هون ما عم نحكي عن حاله طبيعيه، عن تعلق البنت بوالدها مثلا او عن تعلق الام بابنها والعكس، هي العلاقه العكسيه او البوند الرائع يلي نحن بنحبه، نحن عم نحكي عن الحالات المرضيه يلي بتسبب مشاكل للاشخاص بحياتهم بعلاقاتهم بشغلهم بجامعتهم بكل تفاصيل حياتهم. فهل المحيط فعلا بيلعب دور كبير بتحديد ما إذا كانت هي العلاقة هي علاقة حب بين طفل وأمه، بين رجل وأمه، أو بين فتاة ووالدها، أم ما له علاقة هي حسب البيئة وحسب الشخص؟ ذكرتيني إحدى صديقاتي لما زوجت ابنها تقلي لو ما لها منيحة كنتي، أنا كنت أنا بغار منها بغار بشكل جنوني، بس هي إنها جيدة جدا، هي خلتها إنها هي تكسر هذا الغيرة الشديدة، يعني حسيت كأنه هو ابنها ملكه وما بده يطلع يعني، فهي الفكرة هي العلاقة اللي عم نحكي عنها، هي كتير مشكلة، بس بده وعي كتير عالي، وبده إنه أنا خلص ابني مو دايم لي يعني، ابني بالنهاية بده يتزوج يأسس حياته يسافر يدرس، فأنا بدي ضل إني أنا بعطي بلبي أمومتي بتربايته بمحبته، بنفس الوقت لا أتعلق فيه ما بعد الزواج ما بعد السفر أو الدراسة، يعني بضل أنا الحب والسند والأمان والدعم، بس مو أني أنا أخنقه يعني أولادكم أولاد الحياة الزوجية. مثل ما بيقولوا كيف؟ أولاد الحياة مثل ما بيقول جبران، تماما، فنترك لهم هاي المساحة ليعيشوا ويحبوا ويعملوا عيلة مثل ما نحن عملنا عيلة، تماما، لأنه بيصير شخصية هشة وبيصير ما بيعرف يتخذ قرارات، لأنه هو قراراته موجهة عن طريق الأم من طفولته إلى مماته حتى، يعني بنشوف كثير ناس ما وصلوا لمرحلة نضج يعني. تمام. هلا من الطبيعي كثير نشوف الاطفال متعلقه باهليها بسبب اطباعهم، يمكن الخوف الخجل، بضلوا شوي منغلقين على المجتمع، ولكن اليوم انا ممكن، هل يعقل شوف شاب عمره 25 سنه متعلق بامه ما له قدران يفتح بيت ثاني او ما له قدران ياسس حياه بعيده عن اهله؟ هلا حتى بتكون الفكره انه الام بتورجيه انه قد ايه جريمه اذا طلعت من بيتي او اسست حياه ثانيه. عم نحكي عن مو تاثير الاهل، عنه هو بذات نفسه انه إيه انا اخذ قرار اطلع من بيت اهلي وافتح حياه ثانيه بيت ثاني. ايه تمام. لا هلا اذا هو كان عنده هذا القرار بيكون قرار كثير شجاع وهو لازم يصير، حتى لو كان انه مثلا امه لحالها او كبيره بالعمر، ضروري يكون لها استقلاليتها الام ولها استقلاليتها الزوجه. تمام. انا بحب امي وبحب زوجتي، امي لها فضل علي وزوجتي كمان رفيقه حياتي، من حقها انها هي ترتاح، من حقها انها هي تعيش استقلاليتها وخصوصيتها، وانا كمان انا من حقي اني
كزوج اني انا كابن اني اعيش استقلاليتي وشخصيتي، لانه لما بيكون ببيت الام غالبا هو بيكون مقيد بانه شو بده الحياه الروتين اليومي او شيء بدهم يمارسوه بحياتهم يعني، بينما لما بيكون عايش مع زوجته كمان انا بقول دائما الام هي يعني ما بننسى الام والاب هن الاساس يعني، بس بنفس الوقت لازم يكون في خصوصيه للانسان انه هو وزوجته هو وعائلته واولاده، وكمان بنعلمهم البر يعني كمان. يعني الام لما تكون جدا متعلقه بابنها بتكبر، ونحن بنقول عنها الام المتسلطه خلينا نقول، يلي بتتدخل ببيت ابنها بالشارده والورده، والاب ايضا يلي بيضل على خلينا نقول عنده السلطه الكامله الله يخلي لنا اياهم طبعا ويمد بعمرهم، بنقول عنه اب قاسي خلينا نقول، او الاب يلي بيضل متحكم بزمام الامور، وبينما في صهره بيشيل كتف عنه اليوم لانه بنته صارت مسؤوليه صهره. فهل دائما الفكره بتكون متعلقه فقط بالاب والام، ولا كمان الشخص اللي بيجي جديد على حياتنا ممكن يلعب دور انه يخلينا ننسى هذا الشيء ويخلينا نكون فلكسبل اكثر بعلاقتنا مع الاخرين؟ يعني هل الكنه بتقدر تفرض حالها اليوم وتحط حدود لبيت عمها حتى لاهلها، ولا القصة بترجع للطباع يلي كبروا عليها الأم والأب وابنهم؟ هلا أي إنسان مبرمج بالكون هو إنسان فاشل، يعني أي إنسان مبرمج، يعني أنا أي فكرة بتجيني من الوسط الخارجي ما فيها مصلحتي أو الأنفع والأبقى، فأنا متلقي هون، فأنا متلقي مجرد أني أنا بس مبرمج يعني، بس أني أنا مقلد. فدائما الناس المقلدين حياتهم الروتينية، حياتهم مملة، حياتهم متعبة، دائما بيصير عندهم مشاكل وصراعات من وراء هي الأشياء البيروقراطية الروتينية اللي بتقتل عن جد، بتقتل حتى السعادة والحياة الزوجية أو حتى الحياة بأهالينا والناس اللي حوالينا يعني. فكل ما الإنسان طلع من الغير البرمجة، إذا بالذات إذا كان برمجة مجتمع سلبية يعني تمام، لبرمجة هو يبرمج حياته، هي هي حياتنا نحن، هي قرارنا نحن، بإيدنا نغيرها نحن. الله أعطانا القدرة أن نحن نغير، الله أعطانا القدرة أنه أنا عندي هي الظروف، أنا بختار ظروفي، أنا عندي دائرة الاهتمام ودائرة الدائرة اللي أنا فيني أثر فيها، أنا هي دائرتي أنا بقدر أني أثر فيها، فأنا دائرتي بأثر فيها إن هي حياتي مع زوجتي، علاقاتي، خصوصياتي، الناس اللي بدنا إن ما نفوتهم على حياتنا طبعا، أسرارنا وكذا، حتى الأولاد ما لازم إذا العيلة واعية وناضجة لازم ما يعرفوا بالمشاكل اللي بين الوالدين، صحيح. بيعرفوا الأشياء الإيجابية، بيعرفوا لأنه شعور الطفل بأنه في مشكلة بين أمه وأبوه بيخليه تماماً بيتفقد الأمان، بيتزعزع نفسياً وعاطفياً ونفسياً يعني، بصير إنسان هش من الداخل. لكن هو فيما بعد صراحةً غالباً الناس اللي بيمرقوا بهيك ظروف بيصيروا إيجابيين أكثر بعلاقاتهم وزواجاتهم بالغالب، لأنه هن نتعلموا إنه كيف ما يتألموا بسبب هاي البرمجة اللي هن ربيوا فيها لبيئة أكثر صحة وأكثر وفرة، أكثر حنية ومحبة وعطاء، وبنفس الوقت حماية الخصوصية تبع عائلتهم يعني. يعني ممكن اليوم البنت نتعاطف معها، نقول متعلقة كتير بأهلها، ما لا قدرانة تفتح بيت جديد أو حياة جديدة، ولكن الشاب اليوم شو بيبرر له؟ كيف ممكن نساعده نحن بالمجتمع؟ كيف ممكن إذا كان هذا الشخص يعني مو تأثير أهله، مو أهله اللي متعلقين فيه وبدهم يسيطروا عليه، هو من الأساس ما له قادر ياخذ هي الخطوة بحياته، إنه أنا ما لي قدران بعد عن أهلي. نحن اليوم بالحياة هي الاجتماعية اللي عم نشوفها في كتير ناس بطلت تسافر، بتقولي له ليه ما بتسافر؟ بقول لك أنا مشان أمي وأبي قاعد هون ما لي قدرة مسافر. شو الحل؟ هلا إذا كان الأم والأب بوضع صحي معين أو شيء أنا بدير بالي عليهم وكذا، بس لما أنا بضل قاعد معهم بدون أي يعني قريب منهم لدائرتهم الشخصية، وأنا حارم حالي كتير شغلات بسبب إنه بعدين بالنهاية أنا لازم أعيش حياتي، لازم أنجح. الفكرة إنه الأهل هون عودوا الولد أو الصبي إنه أنت نحن بنعطيك كل شيء بس أنت ضل قاعد عنا، ضل قدام عيننا. ويعني كتير إلي صديقات يعني بتتألم ألم شديد، وكأنه ابنه فقدته يعني، وأنه لأنه سافر أو لأنه طلع برات البلد اشتغل أو كذا. فبقلها الحمد لله أنه أنت ابنك يعني موجود وقدام عينك ومبسوطة وعم تشوفي نجاحاته ودراسته. فالفكرة الألم اللي عم تتألمه هو بيألم هذا كمان يعني، الفكرة لما الإنسان بيكون متعلق بيدمر، لأنه هي عم تسحب طاقته لابنه، عم بتقتله لابنه صدقا. في عالم اسمه لازار
بتعرف لما التعلق الشديد بيؤدي الى موت الشخص اللي متعلق فيه، لحتى انه الله يعلمنا انه نحن ما نتعلق غير فيه وبعدين بذاتنا، انه نحن لانه الحياه ما بتوقف عند حدا. اذا هو بده يسافر ببطل يسافر بسبب تعلق اهله فيه. تماما. فكل ما صار توازن انه انا ما اتعلق، اني انا ما دمر حياتي كرمال حدا، انا ما اتعب وامرض، لانه التعلق كمان بسبب امراض مو نفسيه بس، كمان امراض جسديه، يعني الانسان بيصير بحاله تعب دائما، انهاك دائم، لانه هو دائما مخه عند الشخص اللي هو بيحبه. نعم. او معه. يعني فينا نتعلق بالاهل وفينا نحبهم قد ما بنقدر، يمكن الحب ما بيخلص غير مشروع، ولكن لازم يكون في ضوابط معينه. باختصار نصائح اخيره لكل شخص عم يحضرنا، خلينا نقول منه بنفسه، ما بدي احكي عن الاب والام، لانه حبهم غير مشروط ويمكن احيانا ما بيقدروا يسيطروا على حالهم، بس انا بدي سيطر على حالي، شو ممكن اعمل حتى اطلع من هي الدائره، حتى اصير انسان مستقل عقليا ونفسيا واقدر اخذ قرارات بعيدا عن العواطف وبعيدا عن العائله، سواء كانت امي وابي او اشخاص مقربين لي. الحب لا يعني اني انا ضل مكرس حياتي لحدا معين، الحب اني انا بر واحسن واعطي، بس بنفس الوقت احمي خصوصيتي، انجز بحياتي، سافر، اتعلم، طور حالي. لما بلاقي حالي اني انا مصالحي كتطور كانسان اني انا على الارض ما عم بقدر ساوي شيء بسبب هي العلاقه بيني وبين أهلي، بيني وبين أولادي، فأنا معناتها عم فايت بدائرة فاشلة، بدائرة مدمرة، متعبة، ممرضة. أنا لما بطلع منها لمرحلة أني أنا الوعي، التطور، التفكير، أني أنا ضل بار الفكرة، البر أساسي، بس البر نحسن لهم من وقت ما من منوعة ومنقوة، لأنه هن بقى بيصيروا بمرحلة الضعف، بنضل منعطيهم القوة والمحبة والدعم والسند، بس بنفس الوقت علاقتنا الخاصة، حياتنا، عملنا، دراستنا، الأشياء اللي بتخصنا ممكن إلى استقلالية. إلى استقلالية كتير كبيرة، واللي ما بيقدر يستقل ما حيقدر يرتاح بحياته، حيضل موجوع ومتألم لأنه هو ما عمل شيء، عمل شيء. نعم. ضد الفطرة، لأنه الفطرة تماما. ضد التعلق، الفطرة أنك التوازن، حرية، أنه الإنسان يكون حر ومستقل بذاته، بنفس الوقت كمان يعطي مساحة لوالدينه أنه كمان يكونوا حرين بحياتهم. تماما يرتاحوا منه شوي. يعني من ختام حديثنا أكيد بدنا نشكرك دكتورة شفاء، شكرا كثير لوجودك. شكرا كثير لك. بتحبي الكبة النية؟ بحب الكبة النية، بحب كل الأكل. حلو كتير، وأنا مثلك، الكبة النية والسلطة الأرمنية على طريقة الشيف بشرى تابوة. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم كله خير ورزق وبركه يا رب. اليوم وصفاتي رح استعمل فيها المكون الاساسي اللي هو البرغل، البرغل الناعم. رح نعمل وصفتين، اول وحده الكبه النيه بزيت الزيتون، والثانيه التبوله الارمنيه او اللي بنقول عنها الايتش. هلا الاولى بدها ماكينه كبه لحتى تعطيني هيك قوام كريمي للعجينه. رح احكي اذا اكيد بماكينه الكبه رح تطلع العجينه عندي قوامها أزبط، ما عندي رح احكي بالبدايه. بالبداية أنا أكيد جهزت العجينة لأنه أنا طحنتها بماكينة الكبة. مكونات العجينة شو هي؟ عندي ربع كيلو من البرغل الناعم، وبهي الوصفة يفضل أنه البرغل يكون الأبيض، ما استعمل البرغل الأسمر. ربع كيلو من البرغل الناعم الأبيض، غسلت البرغل وصفيته منيح، يعني غسلته على السريع، ما نقعت البرغل. بعد ما صفيت البرغل حطيت حبة بندورة مقشرة، حبة حجم وسط بقشرة، لأنه القشر إذا طلع بالعجينة ما بيطلع لا شكله ولا طعمه طيب. وإذا فيها بزر خشن، حبة البندورة إذا كان البزر تبعه خشن، حاولوا تقيموهم كمان لحتى ما يطلع الطعمة، ما تطلع طعمة إنه ما طيبة. حبة بصل صغيرة، يعني صغيرة تقريبا مقدار معلقة بصل، وحطيت معها معلقة صغيرة من دبس الفليفلة، وهون الخيار لكم بتحبوا حلوة أو حدا، هي بترجع حسب انتو شو بتحبوا، وملح وفلفل. هلا استعملت الفلفل الأبيض رشة صغيرة، يعني تقريبا ربع معلقة، واستعملت الملح تقريبا نص معلقة. طحنتهم، وانا عم بطحن اذا حسيت انه بدها مي بضيف شويه مي، بس ما تكتروا مي، لبين ما اخذ هذا القوام تبع العجينه. هلا بعد ما خلصت العجينه شو الاضافات اللي بدي اضيفها؟ عندي كوب من البقدونس المفروم ناعم اكيد، وعندي راح اضيف ربع كوب من دبس الرمان. هلا راح اضيف شوي وراح اترك الباقي لحتى زين فيه الوش. عندي معلقة كبيرة من دبس البندورة، نحن مع العجينة حطينا دبس فليفلة، هلأ هون رح ضيف معلقة كبيرة من دبس البندورة، ورح ضيف كمان عندي معلقة كبيرة من الكمون الناعم. عندي ربع كوب من
الرمان رح أضيفه هلأ بس خلطهم شوي، وعندي نص كوب من زيت الزيتون. هلأ رح أضيف زيت كمان بالتدريج. هلأ هون أكيد بدي استعمل إيدي وأعجنهم لحتى أخلط كل المكونات مع بعض. مثل ما قلت أنا بستعمل الماكينة إذا موجودة عندكم بهي الوصفة، رح تعطيني قوام كتير ناعم للعجينة، واللي رح يدوقها ما رح يصدق أنه هي ما فيها هبرة، لأنه رح يكون قوامها حتى طعمتها، يعني بحسوا العالم أنه وحتى بيسألوني أنه عن جد ما فيها هبرة، يعني أول شيء ما بيصدقوا. لما بطحنها بالماكينة بتعطيني هذا القوام. طيب إذا ما عندي ماكينة أكيد بتطلع عندي وصفة كتير طيبة. بنقع البرغل، كوب من البرغل بنقعه بكوب من المي المغلية، وبترك البرغل لحتى تفتح عندي الحبة. بعدين ببلش بدعكة مع البندورة ببرشة، البصل ببرشه مع دبس الفليفلة والملح والفلفل، وبدعكهم كتير منيح. وأنا عم بدعك إذا حسيت كمان بدها سوائل بدها مي بضيف أكيد مي، لبين ما تطرى عندي حبة البرغل وتنعجن كتير منيح مع بعض، يعني مع باقي المكونات، وبعدين بضيف باقي المكونات مع بعض. بس مثل ما قلت إذا عندكم ماكينة كبة أو الفود بروسيسر بتعطيني أكيد نتيجة أحسن. هلأ هون أكيد الدعك رح يكون بالإيد، يعني ما تحاولوا أنه تخلطون بالمعلقة لأنه ما رح تزبط معكم. هون رح بلش ضيف نص كوب من زيت الزيتون، رح ضيفه بالتدريج، وإذا حسيت أنه خلص أخذت كفايتها من زيت الزيتون رح أترك الباقي لحتى زين فيهم الوش. هون ضل آخر شيء أنا ضيف عندي ربع كوب من الرمان، رح حط نصهم كمان بقلب العجينة، والنص الثاني كمان رح زين فيه الوش. حلاوتها هي الوصفة إنه نفس المكونات اللي بضيفهم بقلب العجينة ممكن كمان أرجع زين فيهم. هون رح ضيف شوي، هلأ بضيف الرمان آخر شيء وبحاول قلبهم تقليب لحتى ما تنهرس عندي حبات الرمان. هلا انا ما رح اقدمها، يعني اكيد التقديمه النهائيه رح تكون باخر الحلقه، مشان هيك رح ارجع اغطي العجينه واتركها. هلا اذا الجو شوب اكيد بدها براد، بالبرد هلا رح اتركها هون انا بالمطبخ بالاستوديو، ووقت بدي اقدمها ممكن تعملوها طابات، ممكن تعملوها بهذا الشكل اللي بنعمل فيها الكبه النيه، يعني هي بترجع انتم كيف بتحبوا تقدموها. انا رح اقدمها، رح احطهم بقوالب واقدمها بالقوالب. وبالفقرة الثانية رح نحضر التبولة الأرمنية، أكيد هلأ رح ترجعوا لعند الصبايا لحتى تعبوا باقي الفقرات، وبرجع بلاقيكم بالفقرة الثانية. تبولة سلطة ولا مو سلطة؟ بلا سلطة. ها شفت يا بلوشة البرنامج عم بيقول لي مو سلطة، تبولة هي أرمنية. هي إيتش يعني، عرفتي؟ لا بدي تبولة سلطة؟ هي سلطة بس فينا نقول تبولة، فينا نقول سلطة، الاثنين شغالين. شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. يعني بعد هالأكلات الطيبين والقعدة بالبيت دائما مستمر بالأكل، صار لازم رياضة، رياضة الصباح صار جاهزة، خلونا نطبعها سوا. صباح الخير، اليوم رح نعمل تمرين بتزيد من قوة عضلات جسمنا. التمرين حتكون بتشغيل كل عضلات الجسم، حتكون مركبة بحيث انه يشتغلوا كل عضلاتنا، مختصرين فينا نلعبهم بالبيت اذا احنا ما عندنا وقت للجيم. ناخذ كل شيء بنحتاج فيه هو بس 2 دمبلز. فنبتدي من وضعية رجلينا فاتحة، ناخذ وضعية سكوات لتحت، تمام ظهرنا جاري، من تحت هون حنركي ركب كوعنا على ركب، نزل عدة بايسبس، ونرجع بنقوم فوق، ونرفع ايدين 2 لنشتغل الكتف. يلا ننزل تحت 1. طبعا انا دائما بفضل بالبيت انه نحن نلعب التمرين المركبه، لانه يعني لما نحن عم نلعب بدمبلز وزنها كثير خفيف، هي كيلو. اذا نلعب تمرين مفرد بشغل بس عضله واحده بوزن كيلو حنلاقيه كثير خفيف ونحن ما حنحس بالتمرين، لكن نحن لما ندمج التمرين باكثر من حركه مع بعض، كان اللي هون نحن عم نلعب رجلين، عملنا بايسبس، عملنا شولدرز، اشتغلوا معنا تقريبا 3 عضلات بالتمرين، فحنحس اكيد انه التمرين كان اصعب، بذلنا جهد اكبر ونحن عم نشتغل، فنحن رح نستفيد منه. اكيد ما نحن ما بنعمل التمارين بلا فائده، يعني نحمل اوزان خفيفه ونعمل تمرين بسيط وخفيف ما بنحس فيه، ممكن نحن عم نضيع وقت، يا بنحمل اوزان حقيقيه بتكون اوزان عاليه ونلعب تمارين عزل او مفرده فينا نقول عنها انه العضله لحالها عم تشتغل، يا اما بنلعب لو
يا صباح الخير عن جديد. مثل ما بنعرف انه عيد الحب قرب وصار على البواب. في ناس بتقول انه الحب له اهله وناسه. اكيد الحب يمكن يكون بين الاصدقاء او بين الاقارب او حتى بين شب وصبيه بحبوا بعض وعم ياسسوا العلاقه كامله بتتكلل بالحب وبالزواج. عن جد هدول مواليد ال 2000 بتتكلل بالزواج اما بالتسعينات من مكانك راوح تماما. طبعا نحن لهيك اليوم رح نتعرف على مفهوم الحب الحقيقي ولكن من وجهه نظر اليوغا، يعني قديش هذا الموضوع مهضوم وحلو وفيه سلام داخلي باعتباره ثقافه سلام وثقافه محبه. لهيك رح نعرف تفاصيل مشوقه مليانه بالحب مع ضيفتنا يلي صارت موجوده معنا، المدربه الدوليه باليوغا هنا عرب، وانضمت لنا اكيد. نصبح عليها. يسعد صباحك. مسكار صباح الخير. يسعد صباحك على طريقتكم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نحكي عن شو هو مصطلح يوغا الحب. تمام. هلا يوغا الحب كمان هو المرادف له باللغه السنسكريتيه باكتي يوغا، هو نوع من انواع اليوغا. بس نحن قبل ما بدي اوضح انه شو هو يوغا الحب بدنا نرجع نعرف شو هي اليوغا. اليوغا مثل ما حكينا نحن بلقاءات سابقه وعرفنا انه هي ثقافه تهدف لشو، انه الهدف الاساسي من اليوغا هو تحقيق الكمال الروحي، السلام الداخلي للكائن البشري والسلام الخارجي مع المحيط ومع الوعي الاسمى اللي هو الخالق الله والمحيط مع كل المخلوقات الموجوده بالكون. فكيف يتم هذا الوصول لهذا السلام الداخلي؟ حكينا انه في عن حلقات سابقه فقرات سابقه انه في تمارين جسديه، في تمارين تنفسيه طبعا مترافقه بالشهيق والزفير، في التامل والاسترخاء. بس قبل كل هدول يلي هي اساس اليوغا القواعد، او هي مثل اذرع، يعني هي اذرع ثمانيه من الاذرع الثمانيه هي حكينا تمارين جسديه وتنفس وهيك. بس قبلهم شو بيجي؟ في الياما والنياما اللي هي قواعد ومعايير اخلاقيه، سلوكيات اخلاقيه نحن معنا نطبقها بمعنا ومع الغير، مع الاخرين. كيف يعني هلا مع الاخرين؟ اول شيء انه يكون في مصداقيه نحن بالتعامل، في يكون عدم العنف، معنا يكون في انضباط ذاتي. كيف انضباط ذاتي؟ يعني انا مثلا بعض الامور انا بتضرني مشروبات مثل كحول، انا لازم انضبط ذاتيا، هذا الشيء انا بحقق السلام الداخلي لحالي. كمان في مثل بصراحه مثل الدخان، الارجيله، هدول بتضر مثلا بالصحه، اوكي؟ فالانضباط الذاتي على عدد اصعده. كمان كيف الرضا؟ الرضا هذا انه من الامور اللي نحن عم بالياما والنيامه، وطريقه التعامل مع الغير، المشاعر الايجابيه مثلا، الاعمال الخيريه، هدول كلها بتجي بمفاهيم اليوغا. فهالامور نحن اذا طبقناها بنصل للمحبه والاخلاص، التفاني، الاخلاص بحب الخالق الله. ليش نحن لازم نصل الى الحب، الحب المتفاني يعني الغير مشروط؟ شو معنى الغير مشروط؟ يعني انه انا مثلا على سبيل المثال بدي احبك بس انه لانه مقابل. تمام. انه لانه بدك تقدمي لي منفعة شخصيه، لا. فكمان نفس الشيء لله انا بحبه، ادرك شو معناه. صح. يعني يكفي الامتنان للنعم الايجابيه اللي هو واهبنا اياها، تمام؟ فهذا هو الحب الغير مشروط. لما انا اصل لهذا السمو، لا الوعي الاسمى لهالمحبه، هذا بينعكس على داخلي، بحقق لي السلام الداخلي، تنقيه للقلب والعقل، تنقيه بالافكار، ينعكس على ذاتي، يعمل لي نقاء بالمحبه، وهذا الشيء بينعكس على اعطائي للاخرين. فهذا الشيء اللي يمنحني الامان، التسامح، الطمانينه معي ومع الغير. تمام. يعني مع حفظ فكرة الاستحقاق الذاتي والقصص اللي أنا بستحقها من الآخرين، فكرة الحب اللامشروط هي فكرة رائعة. تمام. بين الخالق وعبده وبين العبد وخالقه وكثير قصص ثانية، يمكن بين العباد نفسهم يلي هن من دمنا، خلينا نقول بنحس في حب غير مشروط. ولكن اليوم الناس عم تحضرنا عم بتقول عم يحكوا يوغا، الوضع الاقتصادي صعب وإلى آخره. لا يا جماعة، نحن عم نحكي عن السلام الداخلي واليوغا يمكن بتاخذنا لهذا المكان. بس الناس اليوم اللي عم تحضر بتقول طيب كيف أنا بقدر أطبق هذا الشيء وشو الهدف منه بالنهاية؟ يعني أنا لوين بدي أوصل إذا قدرت أطبق هاي القصص؟ تمام. وكيف بقدر أطبقها لحتى صير إنسان أحسن من الداخل؟ تمام. أنا لما وصلت لهي المرحلة فشو بيعكس عليه؟ يعني هي الهدف الأساسي من أنه هذا اليوغا الحب أو كباكتي يوغا، الهدف الأساسي منه نحن كيف نعرف نستخدم المحبة مع الغير. أول شيء لازم ندخل المحبة نحن تنعطى بكل العلاقات، حتى بمجال العمل. أنا العمل إذا ما بحبه ما رح أنتج فيه ولا رح أبدع. صحيح. فيه أكلة أنا عم باكلها وأنا متشنجة ومتضايقة رح أتسمم منها أو رح يصير عندي مرض. فيلم أنا عم تابعه ما بحبه بدي أحس قد إيه. سفر إذا أنا مثلا مو مستمتعة بالطريق قد إيه بيكون الوقت كثير طويل. نحن قاعدين بجمعة إذا ما في هي المحبة والمشاعر الإيجابية
قديه بنحس انه الوقت عم يمضى ببطء، احيانا بيمضى 5 ساعات بس لانه في محبه بتحسي كاني ربع ساعه عدت. ما بتحسي بالوقت. تمام، فالمحبه لازم نحن ندخلها بكل شيء، المحبه هي مو بس كلمه كفعل نحن، مثلا انا عندي محبه بقول لك انا بحبك، بس مو انه بس كلمه، انا لازم اهتم تعاطف، تسامح، امنح الامان، مثلا انا عندك مشكله، اوكي؟ ما عندي اصغاء لك، فانا ما عم حبك. لازم على الاقل اعطي من وقتي اصغاء على الاقل، يعني تكون عم تقدم دعم للشخص. تمام الأخر. هي كلها تدخل تحت مفاهيم المحبه الحقيقيه، انه انا اطبقها بحذافيره، مو انه كلمه انا بدي احكيها اوكي انا بحب. طبعا بين كل العلاقات، يعني مو بس مثلا بين الزوجين، بين الاسره، بين الاطفال، نعلمهم الاطفال كيف يحبوا مثلا الوالدين مثلا من البدايه، بين بعض الزملاء، فكيف طرق، طبعا مثلا في العناق، في المشارك بعمل جماعي، كلمه حلوه. تمام، هي كلها انه بس نحن انه اهم شيء انه يكون اساس كل علاقه المحبه، فانه نحن يعني هي علاقه شلون متبادله، نحن لما طبقنا هي الانضباط الذاتي والمعايير الاخلاقيه هيك وصلنا للوعي الاسمى، انه محبتنا للخالق، وصلنا للمحبه للخالق، هو بيعلمنا كيف نحن نتخلص من هي الامور الدنيويه، انه اي شغله بسيطه انا بتضايقني، بتصير هي الامور كثير دنيويه، يعني ما عاد تاثر فيني، بزهد فيهم يعني. تمام، بصير انا انه بالعكس مشاعري بتكون كلها ايجابيه، تكون طاقه محبة، أنا ذبذبات المحبة بتصل للشخص الثاني، فهو كمان بيبادر بهذا الشيء، خاصة مثل على سبيل المثال المعلم لما هو يعطي درس وهو إذا ما عم يعطيه بمحبة الطلاب ما عاد يحبوا المادة كلها، وبجوز تضل معهم عقدة يعني. صحيح. بس في أحيانا أساتذة ومن صغر الطالب بيعطي بحب المادة بيضل يحب هي المادة، واحتمال يدرس نفس الاختصاص من محبة الأستاذ هذا. تمام، صرنا كثير عم نسمع عن هرمون الحب. كيف فيني اوصل عن جد للحب؟ يعني اليوم نحن عم نحكي فعلا الناس ما عندها طاقه لا تصبر على حالها، ولا احيانا توصل لمكان انه انا كرهانه حالي، كرهانه تعبي، انا كيف بدي اغير طبعي، انا كيف بدي اغير كثير شغلات انا عن جد غير قادره اني اغيرها، كيف بدي بلش حب حالي مشان انا اوصل هذا الحب اللي بداخلي للناس؟ تمام، هلا انه اول شيء فكره هرمون الحب نحكي عن نقطه، أو اوكي النقطه الثانيه حكيت فيها، هل هالنقاط اللي انت قلتي انه كيف بدي احب حالي، بدي هي، ما هو هرمون الحب موجود فينا صح؟ تمام، اي هلا كيف بدي افعل هرمون أوكي. الحب؟ هلا كهرمون الحب هو اساسا له عده مسميات، هو الاوكسيتوسين، هو هرمون العناق يسمى هرمون الرضا، هرمون الارتباط، هو له دور كثير حيوي بتوطيد العلاقات والروابط بمجال الحب، يعني كيف؟ مو شرط بين الزوجين، لا، بافراد الاسره، بين الأصدقاء، بين الأم والطفل. هذا الهرمون طبعاً يتم إفرازه من بواسطة غدة النخامية من منطقة تحت المهاد في الدماغ. نعم. كيف هلا هذا الهرمون بصراحة إفرازه بالجسم كتير مفيد، ليش؟ لأنه بيخفف كتير من الستريس، من الاكتئاب، من القلق، هي الأمور اللي أو هي الحالة أحياناً الخوف، لأنه هرمون الحب بيعطي إحساس بالطمأنينة، بيعطي هذا الإحساس بالأمان، الهدوء، هي الأمور اللي كلها شلون حكينا بالبداية عن يوغا الحب، هي الأمور اللي تخلينا الشعور الطمأنينة، الهدوء، فهرمون الحب بيعمل كل هي الأمور، كمان هو بيفيد بالأمراض مثلا الجسدية، مشاكل الجهاز الهضمي، مثل ما مثلا شلون قلنا لما مثلا نحن إذا متشنجين اللي مرتبطة بمنشأ عصبي خلال. تمام، إذا متشنجين أنا عندي مشاكل هضمية بالكولون، بالمعدة، هرمون الحب الأوكسيتوسين لما يتم إفرازه مو يصير استرخاء فبيعالج المشاكل هدول. بس الاشخاص اليوم بيقولوا لك طيب انا عرفت هرمون الحب شو بيعني، ولكن انا مالي قدرانه فعل هرمون الحب. تمام. كيف بدي بلش؟ تمام، كيف يتم افرازه بالجسم؟ تمام. قصدك اوكي. نعم. هلا في عده طرق، هلا في مثلا اليوغا، ممارسه اليوغا بكل انواع تمارينها، ليش؟ هلا التمارين التنفسيه مو هي بتهدي رواء، ريلاكس، استرخاء، التمارين الشهيق والزفير الهادئ، فهذا بيهدي بيساعد على افراز هرمون الاوكسيتوسين، كمان يوغا الضحك كثير بيساعد، طبعا هرمون الحب هو من هرمونات السعاده الاساسيه، فيوغا الضحك بتساعد، تمارين اليوغا بشكل عام بتساعد على افرازه، هي نقطه. اثنين، السماع للموسيقى، كمان اغاني، الغناء، كمان المشاركه بانشطه جماعيه كثير ضروريه، هذا الاحساس اللي بيعطي يولد هي الـ يفرز هذا الهرمون، المشاركه بالطعام، ما نضل دوما مثلا وجبات انه لازم يكون في وجبه الاسره المشتركه، كمان العناق، مو شرط عناق الزوجين، العناق بين الأخوة، بين الأصدقاء، في أحيانا المصافحة، شخص مثلا أنت بترتاحي له، شلون بدي صافحه حتى لفي الإيدين على الإيد نفسها، بتحسي بيتم إفراز هذا الهرمون. مثل ما قلنا أعمال جماعية، في طبعا هو بالولادة هدول يعني بشكل طبيعي يتم إفرازه بالجسم. صحيح. بالرضاعة، بالولادة، تمام.
بس هذا لا يعني لا يتم افرازه عند الذكور، يتم عند الذكور بس عند السيدات بشكل اكثر اثناء الولاده والرضاعه. حلو، يعني نحن مخلوقات مصنوعه من حب، يعني 1-0 يا جماعه للصبايا والنساء يلي عم يحضرونا. نصائح اخيره، شو بقدر اعمل لحتى احسن من السلام الداخلي جواتي لحتى زيد من افراز هرمون الحب؟ هيك معنا 30 ثانيه تفضل. تمام، نصائح اخيره مثل ما حكينا انه نجعل الحب هو اساس كل علاقه، مثل ما تفضلت انه لنقدر نحن بالاول نصل للسلام الداخلي نحب حالنا، نقدر ذاتنا، نتقبل انفسنا مثل ما نحن. بس قدرنا ذاتنا وصلنا للمحبه الخالق، هذا الشيء يعكس علينا لمحبه الاخرين. يعني نجعل المحبه اساس كل علاقه، كل الاديان والكتب السماويه بصراحه يعني بتحث على المحبه والموده بين الناس. عن جد يعني نيالهم الاشخاص يلي بيكونوا فعلا واصلين للسلام الداخلي وحاسين براحه لهم وللمحيط يلي حواليهم. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا، واهلا وسهلا فيك. قصة نجاح كونتها لحظات لا تنسى مع مركز جلجامش. يسعد صباحكم عن جديد، صار الوقت لحتى نكمل وصفاتنا لليوم. اليوم عم نعمل وصفات بالبرغل الناعم، عملنا الكبة النية بزيت الزيتون، وهلأ رح نعمل السلطة أو التبولة الأرمنية اللي هي يعني بتشبه الإيتش. هلأ في اختلافات بالطريقة، بس يعني اليوم رح أعملها هيك بطريقة أنا كتير بحبها. بطنجرة على النار رح حط ربع كوب من زيت الزيتون، وقلي فيها بصلة حجمها وسط مفرومة ناعم لبين ما تدبل عندي البصلة، ورح قلي معاها كمان مكونات تانية يلي هن دبس بندورة ودبس فليفلة وكمون. وقت بيتقلوا مع البصل بيعطوا طعمة كتير طيبة. بعد ما يتقلوا هيك وياخدوا هيك نكهات من بعضهم، رح ضيف كوب من المي واتركهم ليغلوا، بعدين رح حطهم فوق كوب من البرغل. البرغل ناعم غسلته وصفيته، بس غسلته ما نقعت البرغل. هلا راح اضيف معلقه من دبس البندوره، معلقه كبيره، وراح اضيف كمان معلقه كبيره من دبس الفليفله. مثل ما دائما بقول دبس الفليفله يعني هي بترجع لكم، بتحبوها حلوه او حاده حسب انتم شو بتحبوا. وراح قلي معاهم كمان معلقه كبيره من الكمون الناعم. هلأ هون يعني بقلبهم شوي، وبضيف عليهم كوب من المي. أنا عم استعمل كوب من البرغل، رح ضيف عليهم كوب من المي. وهلأ بس ليغلوا رح حطهم فوق البرغل، وبعدين غطي البرغل واترك البرغل هيك ينقع ويشرب هاي النكهات. وأكيد بتفتح عندي حبة البرغل وبتطرى وبتستوي. يعني أنا البرغل ما رح أطبخه، بس رح انقعه بهذا الخليط. هلأ هون كمان رح ضيف عندي ملح وفلفل أسود، بستنى المزيج. أول ما يغلي بس بحط بصبه فوق البرغل وبغطي البرغل وبترك البرغل هيك لحتى يطرى عندي ويستوي. هلأ هون لبين ما يغلي عندي هذا المزيج، شو المكونات الثانية اللي رح ضيفها للتبولة أو السلطة؟ عندي هون كوبين من البقدونس المفروم ناعم، رح ضيف عليهم نص كوب من النعنع كمان المفروم ناعم، بصل أخضر كمان تقريبا نص كوب، اترك الباقي للتزيين. عندي 3 حبات من البندورة المفرومة كمان ناعم. والبهارات اللي رح استعملها هون عندي نعنع يابس، وعندي سماء معلقة كبيرة تقريبا من كل نوع بهار، ورح ضيف ربع كوب من دبس الرمان وعصير الليمون. هلأ بعد ما حط السائل اللي حضرناه أو المرقة اللي حضرناها
بعد ما حطها فوق البرغل وبترك البرغل لينقع، رح ارجع خلط البرغل مع باقي المكونات، وهون كمان رح ضيف تقريبا نص كوب من الرمان، حب الرمان الفريش. خليني ارجع على الطنجرة وشوف اذا غلت المي، رح اسكبها هون واتركهم لينقعوا، يعني بياخذوا تقريبا 10 دقائق لربع ساعة بتكون صارت جاهزة. اكيد بدي اترك البرغل ليبرد، بعدين رح ضيفه على باقي المكونات، وهيك بتكون التبولة عندي صارت جاهزة. هون رح خلطهم كتير منيح، اكيد بخلطهم كتير منيح لحتى اضمن انه النكهات كلها توزعت بشكل صح. رح اغطيهم، ما عندي غطى للزبدية اللي عم بستعملها، ممكن تغطوها بنايلون او باي صحن اكبر. هلأ هون بعد ما تتشرب هاي النكهات والسائل اللي حطيناه واترك البرغل ليبرد، رح خلطه مع باقي المكونات التبولة، ورح نقدمها أكيد هيك بطريقة كتير حلوة رح تشوفوها بآخر الحلقة. هلأ أكيد رح ترجعوا لعند رغد وماري تابعوا باقي الفقرات، وأنا برجع بلاقيكم بأطباقي بنهاية الحلقة. يعني الروايح الحلوة عم تطلع وأنا عم ببلع ريقي، شو بعمل؟ حتخلص الحلقة وبرعي الحلقة. عم شم ريحة البهارات وريحة البصل والقصص، يعني ما شاء الله عليك دائما هيك بتعملي لنا أكلات مرستقة وبتخلي كل ستات البيوت يغاروا، وبعدين بكره زواجهم بيتخانقوا معهم انه ليش هيك الشيف بشرى عم تعمل بدك تعملي مثلها. طيب يتعلم والله، يعني عم حاول اشرح هيك وبالتفصيل كمان. والله ما بتقصري، سلم ايديك، حنرجع لعندك يعني. اكيد الرسم من اكثر الامور يلي بتسمح للشخص انه يعبر عن الافكار يلي جواته، بس كل حدا بطريقته الخاصه. وقصتنا اليوم عن فنان بلش هوايته بالرسم من ايام المدرسه، بس كانت عباره عن برامج اطفال ومناظر طبيعيه، ومع الوقت تطورت هي الموهبه وصار يقدم هذا الشيء بطريقه احلى وبروفيشنال اكثر. تماما يا رغد، ولانه ما درس الفن اكاديميا حاول يتعلم لحاله بتجاربه، واخر شيء احترف الرسم بالخيط والمسمار فيلوغرافيا. خلونا نروح لطرطوس ونعرف تفاصيل اكثر بهالتقرير.
هلا وصلنا لفقرتنا الطبيه. وجع الاسنان من اكثر الامور يلي بتزعجنا، خاصه انه البعض منا بخاف يروح لعند الطبيب وبيبلش بمرحله العلاج يلي بتاخذ يمكن ايام وشهور، والبعض الاخر بيهمل الموضوع وبتكون العواقب جدا صعبه. طبعا انا وانت تحت الهواء هرنا للدكتور استشارات واسئله، حنرجع نعيدهم اكيد على الهواء. لهيك ضمن فقرتنا لليوم رح نحكي عن التهاب اللثه، اسبابه واعراضه وعلاقته بالامراض الجهازيه. تفاصيل اكثر رح نتعرف عليها مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور محمد بشر حيدر يلي صار معنا بالاستوديو. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. بالبدايه خلينا نحكي عن التهاب اللثه ومشاكله ووجعه، يعني منبلش بوجع الاسنان واللثه وما عاد منخلص بنوب. تمام، هلا بالبدايه خلينا نحكي عن اللثه. شو هي اللثه؟ هي جزء من الانسجه الداعمه المحيطه بالاسنان، هي اللي بتربط الاسنان بالعظم. هلا التهاب اللثه هو من اكثر الامراض شيوعا عند المرضى بعد النخر السني. طبعا هلا له اسباب كثير. طبعا اول شيء بيتظاهر هو بتغير لون اللثه. هلا اللثه الطبيعيه هي لونها وردي فاتح مثل ما الكل بيعرف، وبالحاله الالتهابيه بنلاقي تغير بلون اللثه، من بتميل للون الغامق اكثر، بنلاقي نزف ان كان عفوي من دون سبب او اثناء التفريش، بنلاقي انتفاخ باللثه كمان بعض الحالات المتقدمه، ورائحه فم كريهه. طبعا التهاب اللثه بسبب احد اسباب رائحه الفم الكريهه. هلا شو اسباب التهاب اللثه؟ في عندنا اسباب كثيره، اهم سبب هو سوء العنايه الفمويه. هلا سوء العنايه الفمويه بتؤدي لتراكم الاطعمه وبالتالي تراكم اللويحه او معروف بالقلح او الجير، وطبعا اهمالها من قبل مرضانا، يعني بسبب التهاب اللثه. ما بيسمعوا الكلمه ابدا. تمام، ما في متابعه مثلا. هلا وقت بيلاحظ مريضنا انه تشكلت هي اللويحه لازم فورا مثلا يتابعها عند الطبيب. نعم. تراكم هي اللويحه بيؤدي الى التهاب اللثه. في عندنا التدخين كمان اهم العوامل بيؤدي الى التهاب اللثه. في عندنا التغيرات الهرمونيه خلال فتره البلوغ مثلا او عند المراه الحامل، بعض الامراض الجهازيه مثل مرضى داء السكري مثلا. سوء التغذيه كمان بيسبب عوز فيتامين سي مثلا. كل هذا بيؤدي الى التهاب اللثه، بس بالاساس هو سوء العنايه الفمويه اهم شيء. تمام، من اسباب يمكن كمان سوء العنايه الفمويه دكتور طريقه تفريش الاسنان، كنا عم نحكي عنها هلا تحت الهواء، فشو هي الطريقه الصحيحه وقديش انا لازم تكون المده؟ لانه في عالم بتلاقيهم فاتوا الحمام 1 2 3 خالصين، طلعوا بعد دقيقه وفرشوا اسنانهم وعملوا هذا الواجب يلي نحن بنفكر حالنا هون حمينا اللثه من البكتيريا والجراثيم والفيروسز، ففينا ناخذ الطريقه الصحيحه من حضرتك؟ وهل فعلا تفريش الاسنان بطريقه خاطئه ممكن يسبب لنا التهاب باللثه؟ اكيد. هلا اول شغله لازم نعتبر تفريش الاسنان هو يعني انه لمصلحتنا، لفائده الحفره الفمويه عندنا، للثتنا، مو واجب وطني علينا لازم نأديه ونمشي. هلا الفكره انه وقت التفريش اهم شيء صباحا، لانه اكثر البكتيريا بتتشكل وقت النوم، وقت اثناء النوم. بقى صباحا اهم شغله انه نفرشي بطريقه، انه اهم شغله الفتره الزمنيه للتفريش. هلا هي من 3 لـ5 دقائق، يعني الافضل انه نخلي المعجون على الاسنان او اللثه هيك فتره 2 لـ3 دقائق، بعدين بحركات لطيفه. طبعا حركات نحن بدنا نقول مساجات للثه وللاسنان اكثر ما هي عمليه تفريش سريعه. اغلب المرضى بفرشوا بطريقه يمين افقيه، يسار. يمين يسار فوق تحت 2 دقائق خلصنا ومشينا. واجب بيكون. واجب طبعا. تماما. هلا الطريقه الصحيحه هي نضع الفرشات على القسم على اللثه وقسم على الاسنان بحركات دائريه، واهم شغله نمشي بمنهجيه، مو مثلا بلشت بالاسنان الاماميه رجعنا للاسنان الخلفيه، هيك بنكون مثلا قطعنا اسنان في شيء فرشينا شيء ما فرشينا. لهيك اهم شغله منهجيه، نبلش بالاسنان الاماميه، نضع الفرشاه بزاويه 45 على اللثه بحركات عاموديه. بالنسبة اول شيء الاسنان اللي فوق واللي تحت بالعكس نفس الشيء، حركه معاكسه. بعدين بننتقل للاسنان الخلفيه،
كمان زاويه 45 على اللثه، يعني اهم شيء الفرشات كمان، يعني مو بس تماماً طريقه التفريش. استخدام الفرشات اذا سمول او ميديوم كيف فيني انا اعرف انا شو تمام محتاج؟ هلا حسب الحاله، هلا مثلا بالتهابات اللثه اكيد ما بننصح بالفرشات القاسيه، بدنا من للفرشات الطريه لانه نحن هدفنا انه نعمل مساج للثه. وقياسها باخذ قياسات يعني مو مهمه القياسات، اهم شيء نوعيه جذور الفرشاه. نعم تمام، مثل ما حكينا انه بننتقل بمنهجيه مشان نكون شملنا كافه الاسنان. تمام دكتور، اليوم في كثير اشخاص عم يعملوا فينير لومينير باختلاف التسميات والتقنيات الطبيه، هل ممكن هدول الاجراءات التجميليه البحته خلينا نقول، لانه في كثير ناس ممكن تستغني عن التقويم وتختصر وقت بصراحه هذا اللي عم بيصير وتعمل هذا الشكل او الهوليوود سمايل مثل ما نحن بنقول والابتسامه المثاليه مع اللون اللي هن بيختاروه قريب لبشرتهم مناسب او غير مناسب والى اخره، فهل ممكن هي الاجراءات التجميليه تكون سبب اليوم بامراض اللثه ومشاكل اللثه وتحسس اللثه؟ طبعا هلا كل شيء، هلا ان كان هوليوود سمايل او اي شيء مثلا تعويضات سنيه إذا كانت مشغولة بالطريقة الصحيحة فهي أبداً ما بتأثر على اللثة، أما إذا كانت مشغولة بتقنية غلط مثلاً إن كان من الطبيب إن كان من المخبري بتأثر. مثلاً الفينير مثلاً هلأ أكثر شيء شائع الفينير الليمونير، هلأ هو علاقته مع اللثة كتير لطيفة إذا كان ضمن حدود اللثة أو مثلاً تحت خط اللثة مثلاً شيء بسيط نص ميلي، اما مثلا اذا مشغول بطريقه غلط مثلا زياده بطول الفينير مثلا، طبعا هون نحن تعدينا على حرمه اللثه، طبعا ممكن تسبب مع مر الوقت التهاب لثه، او مثلا في حالات بتكون الفينير قصيره مثلا على حدود اللثه هون بتسبب تراكم الاطعمه السوائل اي شيء، كمان كله هذا بيأذي اللثه وبيأذي الاسنان، لهيك اي شيء مشغول بطريقه صحيحه هو ما بيضر الاسنان، بيأمن ناحيه تجميليه وكمان ناحيه صحيه، لانه تامين العلاقه بين اللثه والسن هي اهم من التعويض بحد ذاته. صحيح تمام دكتور، ممكن اليوم نوعيه الادويه او حتى الاشخاص اللي عم ياخذوا اكثر من دواء ياثر هذا الشيء او يعمل التهاب باللثه او لا؟ ما هذا سؤال كثير مهم، كثير بيسالونا بالعياده. هلا في عندنا كثير ادويه مثلا اللي بياخذ المريض اللي بياخذها ما بيعرف انه مثلا شو تاثيراتها الجانبيه. هلا مثلا في ادويه كثير مثل ادويه الضغط، هلا هون مريضنا مضطر ياخذ الدواء على مدى طويل، بس من اهم تاثيراته الجانبيه هو التهاب اللثه. وفي عندنا مثلا ادويه للاختلاجات العصبيه كمان بتسبب التهاب لثه، وفي ادويه للمرضى اللي بيعملوا زراعه اعضاء كمان بتسبب التهاب لثه. لهيك مثلا بننصحهم لهدول المرضى، اكيد ما فينا نوقف الدواء نحن، تمام، لهيك نحن بدنا عنايه فمويه زائده، اعطينا افضل مضامد فمويه بشكل مستمر، تفريش صباحا مساء بين الوجبات، يعني طبعا ضمن الحدود، يعني ما ناذي اللثه ولا ناذي الاسنان كمان، كثر التفريش بيأذي كمان. دكتور في كثير اشخاص اليوم بيعانوا من امراض مزمنه خلينا نقول، هل في علاقه طرديه ما بين امراض جهازيه خلينا نقول وامراض اللثه ولا ما كثير بيأثروا على بعض؟ وكمان بالنسبه للامراه الحامل خلينا نقول اذا ما لحقت تجهز حالها للحمل وصار في حمل، فكيف تقدر تحافظ على اللثة إذا صار في التهاب؟ شو الإجراءات اللي بتعملها؟ تمام، طبعاً في علاقة بين الأمراض الجهازية والتهاب اللثة. مثلاً عندنا داء السكري، هلأ بالحالات المتقدمة من السكري، هلأ بنعرف نحن مرضى السكري بيرتفع عندهم نسبة السكر بالدم. نعم. هذا الشيء بيأثر على مناعتهم وبالتالي مقاومتهم للجراثيم، وطبعاً الحفرة الفموية أكثر مكان بالجسم في جراثيم وبكتيريا، لهيك بتكون عندهم استعداد لالتهاب اللثه اكثر من غيرهم كمان. هلا وشفاء الجروح بيكون عندهم غير، لهيك اذا صار عندهم التهاب لثه و 90% من المرضى عندهم التهاب لثه مرضى السكري، يعني بننصحهم كمان بزياده التفريش، اعتناء بالصحه الفمويه اكثر قدر الامكان، بنخفف من جراثيم الحفره الفمويه. بنيجي للمراه الحامل، هلا المراه الحامل كثير بيجينا مثلا مراه للعياده مرأة حامل عم تنزف لستي متضايقه كذا، عم فرشي صبح ومساء وما عم بستفيد وشو اعمل دكتور؟ هلا الفكره انه نحن هي عم تعتني،
مو المشكلة عندك، المشكلة بفترة الحمل بالهرمون، تغيرات هرمونية كثيرة خلال الفترة الأولى من الحمل، طول هالفترة وما بتستقر هي إلا لبعد الولادة. لهيك نحن طول هالفترة لازم نحكي مثلا ننصح المرضى أنه اعتناء بالصحة الفموية، ما بناكل مثلا الأطعمة اللي بتهيج اللثة، ما بناكل الأطعمة اللي فيها مثلا بهارات، فيها نسبة حموم، سكريات عالية، نسبة سكريات عالية لأنه بتزيد نسبة النخر كمان بالإضافة لالتهاب اللثة. هي تلقائيا هي اسمه هذا التهاب لثة حملي، هو هيك يعني عفوي. تمام دكتور، شو هي الأخطاء الشائعة اللي بيرتكبها المريض اليوم وبتؤدي لالتهاب أكبر؟ هلا في كثير اخطاء، مثل مثلا طريقه تفريش الخطا اللي حكينا عنها قبل شوي، في استخدام الخيطان السنيه مثلا بطريقه هلا خاطئه، مثلا انه هي 90% اغلب الناس هي غلط طبعا حسب يعني هلا تحت الهواء ما كنا عم نحكي. تمام قد ما حاولنا انه نوصل الافكار طريقه التفريش او طريقه العنايه الفمويه يعني بده يكون نسبه كبيره عم يرتكبوا اخطاء. هلا مثل ما قلت لك اختيار الفرشات الخاطئ، هلا تبديل الفرشات مجرد ما بلشت الاشعار تبع الفرشات تميل او تلاقيها انه صارت هشه او شيء يفضل تتغير. يعني ما بدل سنه وسنتين. تمام طبعا نحن بنخليها سنين وايام. نعم طبعاً. هي ثلاث شهور. كمان قلت لك استخدام الخيط السني بطريقه يعني مبالغ فيها بين الاسنان بيأذي الحليمه اللي بين الاسنان، اللثه اللي بين الاسنان. في عالم بيستخدموا العود يعني او الدبوس او هي كلها طبعا اخطاء بتؤدي لاذيه اللثه ونزف اللثه وضرر باللثه. نعم في عندنا كثير عالم مثلا اي افكار شائعه انه بيستخدموا بيكربونات الصوديوم او الملح بيحطوه على الاسنان وبيفرشوا الاشياء المنزليه يلي هي المفروض تبيض او تمام يعني بتبيض بتنظف، هي اخطاء شائعه طبعا لانه هي اول شغله بتعملها هي بتهري مينا الاسنان. طبعا نحن مينا الاسنان ما في شيء بيعوضنا عنها، بالاضافه لاذيه اللثه بتجرح اللثة، بتلاقي انت اللثة عم تلمع، بس هذا مو شرط انه هي منظفة، لا هي بتكون مجروحة، مو شرط كمان تكون عم تنزف، بس بتلاقيها عم تلمع، هي دليل انه في تفريش خاطئ، في شيء مواد عم نضيفها عم تأثر على اللثة من دون ما تفيدها ابدا. يعني كان هلا عم بيقول لي الدكتور تحت الهواء كمان انه زيادة التنظيف زيادة عن اللزوم للأشخاص اللي عندهم وسواس النظافة أو اللي بيحبوا يهتموا زيادة كمان هن عم يأذوا اللثة بطريقة أو بأخرى. دكتور بروتوكول العلاج إذا بدنا نختصره هيك بختام فقرتنا، شو ممكن نعمل لحتى نعالج اللثة الملتهبة اللي عم تعاني من كل هاي التفاصيل اللي حكيناها؟ هلا أول شغلة أهم شغلة المتابعة الدورية عند طبيب الأسنان. مثلا أنا حسيت مثلا أنا عم فرشي إنه في دم، مثلا انا عم فرشي مثلا في الم في كذا، اول شغله انه لازم راجع طبيبي. ممكن في شغلات انا مالي منتبه لها بينبهني عليها الطبيب كل 6 شهور، وبالحالات اللي بيتراكم مثلا على المدخنين مثلا ما بنقول 6 شهور، نحن بنقول 3 شهور. ليش؟ لانه سرعه تشكل الويحه السنيه او القلح السني مرتفعه عنده، هي لانه القلح السني هي السبب الاساسي بالالتهاب اللثه. لهيك اذا تابعناها بشكل مستمر كل 3 شهور الى 6 شهور بنوقي انفسنا من التهاب اللثه بشكل نهائي ان شاء الله. يعني بختم حديثنا بدنا نشكرك دكتور، شكرا لوجودك معنا واهلا وسهلا. شكرا لكم، شكرا على الاستضافه الحلوه. شكرا كثير لك دكتور، نورتنا لليوم. رح نروح لفاصل صغير ونرجع لنكمل حلقتنا لليوم. على ايامكم سعيده، ضلوا دائما بخير مرتاحين مبسوطين. اليوم 11 شباط 11 فبراير، تمنياتي لكم بالسعاده وبالهنا والخير، وان شاء الله هاي الايام تكون للانجاز يا رب العالمين وللفرح وللراحه. طبعا كواكبنا ما زالت في اماكنها، ما زال عطارد كوكب السفر الاوراق المستلدات متقدما في برج الجدي، ما زالت الزهره ايضا كوكب الحب الارتباط العلاقات الصداقات والشراكات العاطفية تقدم في برج الجدي، والأهم هو المريخ، لأنه أنا دائما يعني بدقق على وجود المريخ لأنه بيعني أمور صحية ليست الأفضل أو أمور نفسية ليست الأفضل لما بيكون بموقع غير مناسب. 3 كواكب بموقع غير مناسب لمولود برج الحمل، السرطان، الميزان، لذلك لازم ينتبهوا من بعض الضغوط
النفسية، من ضيقة خلق، من نفاس صبر، يعني ننتبه بهاي الفترات. أول أخباري العزيز ده مولود برج الحمل، اليوم عم يشعر ببعض السلبية، مانو كتير الأريح. ما تسيق لنفسك وللآخرين بعصبية أو بضيقة خلق، كأنك منحرف المزاج اليوم مولود برج الحمل، كأنه حواليك ناس عم بينظروا أكثر ما عم بيطبقوا. حاول تحذر الاحتيال وتصعيد الخلافات، أنت أكثر حساسية مما هو معتاد، وهي القصة ممكن تعمل لك نوع من أنواع الغيرة أو التملكية، وربما ببساطة عم تقلق على أمور صحية، فانتبه على أمورك على هذا الجانب. طبعاً أصلاً أمورك الصحية صار لها شهر ما كتير مريحة. مولود برج الثور اليوم علاقاته شخصية إيجابية، تفاهم، ود، فرح، يعني إذا في حدا بينك وبينه سوء تفاهم فاليوم كتير مناسب إنك تصلح أخطائك مع الآخرين. اليوم في نشاط رياضي، نشاط فكري، في قصص العلاقة بتواصل مع الآخرين، عم تشارك العيلة أحلام، فرحة، ممكن تتعرف على شريك حياتك القادم إذا كنت خالياً. هاي الأيام في عندك ثقة بالنفس مولود برج الثور، تفاؤل وآمال جديدة. ما زال برج الجوزاء ما كتير مرتاح، عم يتعرض لاستفزاز على الغالب أو في عنده نوع من أنواع الصدمات. أنا برأيي محتاج تعتمد على عقلك باتخاذ القرارات، تراجع عن قرارات أثبتت خطأها ولا تكن عنيداً أو عفوياً. اليوم في حوالين الجوزاء إرهاق أو غضب، نوع من أنواع التوتر أو الإجابات العفوية. حاول باعتبارك اليوم متراجع معنوياً فتكون كتير أهدأ بالتعامل مع الناس حولك. مولود برج السرطان اليوم في أخبار إيجابية أو عروض جديدة، أو على الأقل عم تعبر عن عواطفك. ما بعرف إذا عم بتفكر بترقية أو عم ترفع من شؤونك، بس أنا بشوف نقاشاتك مؤيدة اليوم بعيداً عن التشويش اللي كان منتابك بالكم يوم اللي راحوا. ممكن تحقق أمنية اليوم. البرج السرطان أقل حديثاً ولكنه فعال أكثر، مهما كانت المعوقات أمورك جيدة، واليوم في عروض يمكن جديدة أو في مواقف من الآخرين إيجابية. مولود برج الأسد اليوم الأمور لك أفضل بكتير، ناس حواليك يمكن عم بيقدروا مواهبك وتتلقى دعم غير محدود. شجع نفسك وشجع الآخرين، تمتلك طاقة فعالية تعزز شعورك بالمسؤولية وحظوظك تمنحك صداقات على الغالب، أو تعبر عن نفسك بطريقة جيدة، أو في عندك مساحة للتحرك بحرية. أحد الأيام الإيجابية اللي أنت معتمد فيه على نفسك والناس اللي حواليك عم تمدح أفعالك. مولود برج العذراء لست في حالاتك الأفضل، يمكن في أشياء تمنيتها تحصل وممكن تتأخر، ممكن عندك صراع للقوى أو محتاج تكون هادئ أو فاقد للرقة اليوم. غالباً ما نكرئي، عصبي شوي أو ضيق خلقك، مع أنه أنا بقول اليوم يتطلب منك الكثير من الهدوء. اليوم عيد النظر بحساباتك، شؤونك الشخصية، نظم أمورك بدون ما تبعثر جهودك، وتعامل مع المحيط وبلطف. لا تقدم على حلول مفاجئة لأنك تبدو متوتراً وربما تتعرض لمشادة كلامية بينك وبين الآخرين. الميزان اليوم عنده 100,000 قصة شغلته وغالباً ضيق خلقه، والسبب نفسي على الغالب أكثر من كونه واقع فعلي. الواقع الفعلي شغل كتير، الواقع الفعلي عدم رضا عن حكاية العمل اليوم، هي بسبب أعطال تقنية، تأخير لبعض الموظفين، يعني في شيء حواليك مو كتير مريح بالعمل. بس أنت من الأشخاص اللي يعني إذا عندك عمل بتخلصه بتفيق بكير وبتبذل جهود، بس اليوم الأعمال المطلوبة منك مولود برج الميزان ضاغطة، وهذا هو السبب اللي بيخليني إلك إنه حاول تنهي ما هو ضروري وانتبه صحياً. أنت والحمل هاي الفترات بحاجة للانتباه على الصعيد الصحي. مولود برج العقرب عم بتدافع عن إنجازاتك، عندك قدرات فائقة بالتواصل، حاول تدور على مخارج لبعض الضغوط الحياتية. هاي الأيام فيها حظوظ، الأوراق على فكرة مصدر سعادة، مكاتب حكومية، مؤسسات دولة،
إذا عندك قصة ضمن هذا الإطار خلص منها هاي الأيام. أنت تصل إلى الاطمئنان وتمتلك أمل وتأثير كبير بالآخرين، ترتب توضح وتسير على الأرض أو تباشر على الأرض بعض الإنجازات. هاي الأيام أيام جيدة لعزيزنا مولود برج القوس، مع أنه أنا بظن اليوم ممكن تكبر حيرتك ويمكن تضطر لخيار حاسم. اليوم في تعب عائلي ربما، أو حاول تحذر من حسم بعض القضايا. هو هاليومين أنا ما بنصحك أبداً بالحسم، بنصحك تسمع كتير وتحكي قليل. أنت اليوم لازم تعتمد الحيطة والحذر من تصرفاتك، وإياك أن تجرح الناس اللي بتحبهم بكلمات صريحة. ربما حساس هاي الأيام وعقلك شوي مشوش خليني أقول، لذلك ممكن أنه كلمة تعمل لك مشكلة. تأكد من خياراتك اليوم. الجدي عنده ظروف ومفاجآت ممكن تخلي هذا اليوم مميز. أنت تشعر بالأمان تجاه الآخرين. الأمر ببيت الاتصالات، ربما هدية تسعدك، اتصال هاتفي، لقاء مهم، خبر سار، ذهنك يعني ماشي جيداً. ما بعرف إذا عندك قصة العلاقة بتصالح أو تسوية لخلاف. مولود الدلو غالباً أمورك المالية بحاجة للتنظيم. هي هاي القصة اللي ما بيعرف يعملها برج الدلو، يعني معه مصاري صرف، ما معه مصاري بطل يصرف ببساطة. بس أنا بقول هاي الأيام ممكن يكون في عندك تعب مالي، أمورك المالية مانا الأرياح، في نقص ربما بالسيولة أو معرض لمصاريف إضافية. هلأ وجود الكواكب في برج الجدي عم بيخلي وضعك المالي مانو كتير مريح، أو مصروفك كبير، لذلك يعني قلل من مصروفك على الأشياء اللي ما لها داعي. مولود برج الحوت، اليوم القمر ببرجك عم بيخلي عندك حوار، وخاصة لتحكي عن اللي وجعك اللي ضايقك. محبوب من الآخرين اليوم، وقادر تشرح وجهة نظرك وتكسب تأييد وتجذب فرص، وتكون في عندك جهد شخصي. اليوم عم تستحضر اللطف الموجود بطبعك، وأحد الأيام الإيجابية بالنسبة لك. خليني عايد مولود اليوم وأتمنى له السعادة أينما ذهب، يجد الفرح والمحبة من الأشخاص اللي دائماً عندهم لطف بالتعامل مع الآخرين، عندهم حياة اجتماعية جيدة. مولود 11 محب للتغيير، محب للسفر، ما عنده مشكلة يبلش حياته من جديد دائماً. هلأ من الأشخاص اللي محبوبين لأنه بطبعهم بيعرف كيف يستقطب محبة الآخرين، عاشق للتنقل، ساعي دائماً لحالة فكرية مع الآخرين، طيب القلب، من السهل تربح عواطفه، محب للمساعدة ويشعر بالمسؤولية تجاه الآخرين. طبعاً سنة كتير مهمة بالنسبة له لأنه فيها تغييرات حتمية أنا برأيي، خاصة من السادس وما بعد. أمورك جيدة جداً وإيجابية جداً، وغالباً السنة حلوة، مع أنه مو هاد الشهر، يعني هاد الشهر ما كتير مريح. الأشهر القادمة هي اللي رح تكون الأفضل، ثالث رابع ومن السادس وما بعد. رسائلكم أكيد على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. وإيمان عم تسألني مع شادي، عم تسأليني عن علاقة جيدة جداً يا إيمان، إحدى العلاقات الأفضل، بس المشكلة أنه أنت حدا بيحكي كتير، مستعجل كتير، عصبي كتير، وكلمتك مانا موزونة. ما تزعلي إيمان، يعني كمان هو فيه هذا الجزء من الطبع، لذلك بتصطدمه كتير. هو مشكلته لسه أكتر من مشكلتك، ما بيحكي كلمة وبينفذها. هلا لذلك دائما بتصطدموا، اتهامات متبادلة بينك وبينه، رغم انه انا بشوف اساس العلاقة جيد. يعني انتوا بدكم بس شوية صبر، شوية هدوء، وشوية تفاهم اكثر. هلا انا برأيي على كل الاحوال ما في شيء عاطفي رح يزبط معك ايمان قبل السادس وما بعد، انا هذا رأيي، فالله يقدم فيه الخير. كاساندرا عم تسألني 96 لسيدة وقاتك، أبداً مو قلقانة عليك لا صحياً ولا مالياً هذا العام، بالعكس سنة جيدة جداً بالنسبة لك وإيجابية، وممكن يكون فيها نوع من أنواع التغييرات. ما تقلقي، والله عندك سنة حلوة إذا أراد رب العالمين. سدرة عم تسألني عن أموري سيدة وقاتك. سدرة أبداً مو قلقانة عليك هاي السنة، بس حقك أنت تقلقي
لأنه أنت بالشهر الأكثر تعباً، هذا شهر متعب جداً بالنسبة لإلك، مانو مريح وممكن يكون ضاغط بالنسبة لإلك، ما رح ترتاحي قبل بداية الثالث تقريباً، هلأ من الثالث وما بعد أمورك أفضل بكتير وأحسن بكتير، في عندك خطوات مهمة يعني بالنسبة لإلك هذا العام. مي بنت هدى أمورك جيدة جداً يا مي، إحدى الأعوام الأفضل لإلك، مع أنه الثالث والرابع هي أشهر التغييرات ومن السادس وما بعد، بس أنت بالعام العملي الأفضل. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائماً بخير، مرتاحين ومبسوطين. ختامها مسك، ولو بتشوفوا هالختام يعني طبق منظر بشهي، روائح بتشهي، ومثل العادة شايف بشرة دائما يعني بتبيض وشنا. خلونا نشوف الطبق بشكله نهائي. يسعد صباحكم عن جديد، وهلا صار الوقت لحتى تشوفوا طبقي بشكله النهائي. اليوم عملنا وصفتين بالبرغل الناعم اللي هن الكبه النيه بزيت الزيتون والتبوله الارمنيه. هلا بس ضل انه حط شوي دبس رمان، شوي دبس رمان على الوش لحتى هيك تكمل معي النكهات. التبوله الارمنيه في اكله بالساحل السوري اسمها القريميطة، كثير بتشبهها وبتنعمل اكثر شيء وقت موسم ورق العنب الفريش، وبتنسلق شوي وبتتاكل معاها بتطلع كتير طيبة، وبالشتاء لما ما بيكون في ورق عنب فريش بتتقدم مع الملفوف. إن شاء الله تكون هيك أطباقي لليوم عجبتكم، جربوها وتخبرونا، وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة. يعني رجعتينا لأيام الكريميطة، يعطيكي ألف عافية. شكرا كتير لإلك شيف، يعطيكي ألف عافية يا رب. لهون بيكون خلص مشوارنا الصباحي، نتمنى نكون قدمنا لكم فقرات متنوعة مختلفة جديدة ومسلية. ترونا بكرة بصباح وبموعد جديد، نضلكم بألف خير. أكيد ماري، حلقتنا بكرة وبكل الأسبوع مكملين معكم لحتى نعطيكم أهم المعلومات والتفاصيل. نشوفكم بكرة بصباح جديد، يعطيكم ألف عافية.